السؤال الثالث: أتأمل الرسم التالي ثم أجيب عن الأسئلة. هذا هو الرسم، طبعا هو يصف المناطق الثلاث للنهر. فرع ألف: اكتب اسم المنطقة التي يمثلها كل من الأرقام 1 و2 و3. طبعا منطقة رقم 1 المنبع، منطقة رقم 3 المصب أو السهل الفيضي. ليست كل الأنهار ذات سهل فيضي، بعضها مصبها قليل وغير متفرع، فلا يوجد سهل كبير حولها. المنطقة رقم 2 منطقة الجريان. أصف خصائص الماء في المنطقة رقم 1. الماء هنا بارد لأنه المنطقة مرتفعة، كثير الأكسجين بسبب الانحدار والاختلاط مع الهواء، سريع الجريان، نسبة الأكسجين عالية كما ذكرنا، وعمق المجرى قليل، العمق قليل. ما نوع الكائنات تعيش في المنطقة رقم 3؟ في رقم 3 أسماك، نباتات كالأعشاب وغيرها، وطحالب وقشريات وغيرها من الكائنات الحية. أثر التلوث البلاستيكي في الأنظمة البيئية للمياه العذبة. هذا إثراء وتوسع، يعني غير مطلوب من الطالب، ولكن لا بأس في قراءته، تستطيع أن تقرأه وتستفيد من بعض المعلومات الموجودة فيه. لاحظ علماء زيادة في نسبة تلوث البيئات المائية بالمواد البلاستيكية الميكروبية والنانوية، ولدراسة أثر هذه المواد في الكائنات الحية ضمن الأنظمة البيئية للمياه العذبة، فقد أجرى فريق منهم تجربة عرض فيها نوع من أسماك دانيو المخططة لمواد بلاستيكية ذات تركيز مقبول عالميا من المواد البلاستيكية أياما عدة. بعد ذلك لاحظ العلماء أن تعرض الأسماك لهذه المواد أفضى إلى تراكم النايتريت، نايتريت اللي هو الـ NO2. وحمض الثيوباربيتيوريك في أجسامها التي فقدت القدرة على التخلص منها. وقد لاحظ العلماء أيضا أن تراكم هذه السموم أدى إلى موت خلايا الدم الحمراء في أجسام الكائنات الحية اللي هي الأسماك، ما أثر سلبا في جميع السلاسل الغذائية في تلك الأنظمة البيئية. وسعيا للتخلص من الملوثات البلاستيكية الميكروية والنانوية، مايكرو يعني دقيقة جدا، نانوية أيضا دقيقة جدا، طور علماء نوعا من الفحم الحيوي المنشط اعتمادا على التحلل الحراري لبقايا بعض أنواع الطحالب. إذا عملوا على تنشيطه بإضافة أحد أكاسيد الحديد مثل أكسيد الحديد الأسود الثلاثي Fe3O4 الذي ينجذب إلى المغناطيس، عند وضع هذا الفحم في البيئات المائية الملوثة فإن جزيئات البلاستيك الميكروبية والنانوية تلتصق بالفحم الذي يجذبه المغناطيس من دون أن يسبب ذلك تلوثا للبيئة المائية. طبعا العلماء يعني لا يكفون عن دائما البحث في أي مصدر أو أي طريقة يمكن التخلص بواسطتها من تلوث البيئة بالمواد البلاستيكية. أصعب شيء الآن هو المواد البلاستيكية لأنها لا تذوب بسهولة وتقضي أوقات طويلة حتى يتم التخلص منها.